أعلن معتقلو سجن حماة المركزي أمس السيطرة عليه مجدداً، وذلك بسبب مماطلة النظام في تنفيذ بنود الاتفاق السابق حول إفراجه عن مئات المعتقلين على دفعات. وأفادت مصادر من داخل السجن بأن السجناء أسروا ضابطاً برتبة مقدم وعدداً من عناصر الأمن، ثم أطلقوا سراحهم كبادرة حسن نية. هذا وتتواصل المفاوضات بين المعتقلين والنظام داخل السجن بعد تدخل قائد شرطة حماة وسط مخاوف عن محاولات النظام اقتحام السجن. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكاي من ريف حماة أبو هشام الحموي، إعلامي في مركز فداء الإعلامي. مرحبا بك سيد أبو هشام، ما آخر المعلومات لديك حول الاستعصاء الجديد لمعتقلي سجن حماة المركزي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين. نعم أخي الكريم، عاد معتقلي سجن حماة المركزي للاستعصاء وسيطروا على الباب الأبيض الذي يفصلهم عن الشرطة هذا في بداية الاستعصاء، ذلك نتيجة عدم التزام النظام بالإفراج عن العدد المتفق عليه خلال الهدنة. طيب، كيف يبدو الوضع حاليا في السجن، وخاصة مع ورود أنباء عن قيام النظام بقطع المياه عن السجن؟ نعم، قطع النظام المياه عن السجن، لكن الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بينهم، وحسب مصادرنا داخل السجن أتى وزير الخارجية وقام بإعطائهم وعود بتنفيذ كامل البنود المتفق عليها، لكن إخواننا المعتقلين يتخوفون من عودة النظام وبخرق الاتفاق. أفرج اليوم النظام وصول لم يفرج عنهم وصول 4 أسماء إلى سجن حماة المركزي للإفراج عنهم. و طيب، ما هي السيناريوهات المحتملة لتعامل النظام مع هذا الاستعصاء؟ نعم أخي الكريم، اليوم كما قلت لك وصل 4 أسماء، لكن من ضمن الأسماء كما وصل لنا نبيل الكوكي، كان في الجناح الاحترازي الذي يعتبر مكان لاحتجاز مساجين، وهذا الكوكي كان تهمته السطو على تاجر أردني كان يرفع معلومات أمنية نعم، من المعتقلين إلى فرع الأمن. اليوم قاموا بالإفراج عنه. المعتقلين يتوقعون أن النظام سيفرج عن دفعة نسبة منيحة يعني، لكن يتخوفون من إعادة خرق الاتفاق، لكنهم مستمرين بضمن الاتفاق، مستمرين أنه إذا لم يقوم النظام بإخراج الجميع سيبقى الاستعصاء مستمرا. نعم، شكرا لك عبر سكايب من ريف حماة أبو هشام الحموي، إعلامي في مركز فداء الإعلامي.